نديم عرب عليك. انت بتضربني ليه؟ ده الرد الوحيد اللي عندي. انت اكيد اتجننت. اقسم بالله العظيم لو ما كنت خايف على بنتي لكنت قتلت. ليه ده كله؟ ليه ده كله يا حقيره يا مي؟ اوعى تكوني فاكره نفسك طلعت من القضية وساعدتك عشان نرجع لبعض وتكوني صدقت انك بريئة. انا بريئة فعلا. بريئة وكنت سهرانة معايا وبالأمارة حسيت بالفيزا بتاعتك ما جبتكيش عريانة من فوق السراير. هتكوني فاكرة ان حسابنا خلص. حسابي حرام عليك. تتعرف الحرام؟ ها؟ تعرف الحرام انت؟ لا انت اللي ملك بتنحل. انا بالنسبة لك سبع مراكب بام. عايز مني ايه؟ كتير ومش هتقدري على اللي انا عايزه. طلقني خلاص. انا موافق انك تطلقني وتسيبني في حالي. ما انا مطلقك يا حيوانه من ساعتها. هو انا هسيب على ذمتي كلبه تدي نفسها لاي كلب تقابله في الشارع؟ ها؟ وهتفتكر ان حسابنا كان خلص؟ لا انا بس كنت مأجل الحساب لحد ما التحقيق يخلص والقضيه تتحفز. حسابي تاني بقى. امضي. امضي على ايه؟ امضي على اللي قدامك. طب افهم بس. مش من حقك. مش من حقي ازاي؟ انت عايز تبيعني الايجنسي صح؟ فلوسي وما دفعتيش فيها جنيه. امضي يا نادين. ما تستهبلش. ما ايه؟ ما ايه؟ ما ايه؟ امضي. امضي امضي اهو. اسمك بالكامل. بالكامل. ممكن اعرف وديت لوجي فين؟ لوجي. لوجي بقى لا هتشوفيها ولا هتشوفك عشان عارفه انك متي في السجن وعملنا لك قبر شيك وحلو كده. هنبقى نروح انا وهي نزورك دايما. حرام عليك. كان ممكن نتفاهم بطريقه احسن شويه. ما عادش عندي غير كده اتفاهم بيها. شفت عملت ايه؟ حياه ماما صعبت عليا. نادي شغاله تجيب لي قط. شغالة؟ هو أنا ما قلتلكيش؟ ده أنا مفضي البيت مخصوص بحتفل بيك لوحدي كده اهو. امضي. انت على ايه تاني؟ عايزة تطلع من هنا عايشة امضي. نهار اسود اشيك على بياض. خرستي وما جبتيش سيرتي بحرف تبقى عشتيلي كومين زيادة. فتحتي بقك تبقى خلصتي. ما اشوفش حركة وما اسمعش صوت. لو سمعت صوتك هتتفاجئي. ايوه سيد. مؤاخذة يا باشا، الظرف ده جالك دلوقتي حالا، واللي جابه قال لي انه مترف مع الوزير. روح انت يا سيد.
ايه رايك بقى لو الصور دي راحت النيابه؟ مش بذمتك، ممكن تهد لك كل اللي انت عملته وهتفتح التحقيق من جديد. عايز تقول حاجة تانية قبل ما اقفل المحضر؟ لا يا فندم، بس انا عايز اتاكد يعني حضرتك كتبت المعلومات بالظبط اللي بقول لك عليها. انا كنت مروح بالليل بيتنا عادي، فتحت باب البيت لقيت مريم دي قاعده لي جوه. طبعا انا بيني وبينها مشاكل، قلت بصراحه جت تصالحني، يعني انا جوزها وممكن تبقى جالي البيت. راحت قايمه ضرباني يا فندم. يعني انت كده بتتهم مراتك مريم لطفي الجرح بالاعتداء عليك داخل شقتك؟ بالظبط كده. معلش يا فندم، انا بتهمها باشراف قتل موكلي، انها عندها نيه مبيته. وبعدين كان قبل كده هي راحت الشقه دي مسكنه الزوجيه، مع انها بقى لها فتره ما راحتهاش. ايوه شروف قتل. ايوه هو شروف قتل، لان هي يا فندم كمان يوميها الصبح انا بعت لها الانذار بالطاعه، وده يا فندم صوره من انذار الطاعه، وضع ساعتك، وده تقرير الطبي اللي موضح في الاصابات. قلت له ان معاكوا شهود، هما فين؟ بره. شو بره؟ إصابة جامدة أوي. يرضيك إن عمك يتشل ولا تجيله جلطة بسبب أختك؟ تطردوا يا بنتي، تطردوا. أنت ما تعرفيش نفسية عمك شكلها إيه دلوقتي. ده تعبان، تعبان أوي. بس هنقول إيه؟ أنا لما شفت كده قلت ما ينفعش. قلت لما اجي واتكلم معاك ولو في سوء تفاهم يتصلح. ده الدم عمره ما يبقى ميه. هو احنا لينا حد غيركم ولا انتوا ليكوا حد غيرنا؟ ده حتى طارق ابني، طارق ابني ملوش سيره ولا كلمه على لسانه غير مريم. مريم 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 في الدخله والطلعه. يا حبيبتي اقول لك على سر؟ بس ده بيني وبينك، أختك ما تعرفش عنه حاجة. عارفة اللي خلى عمك يعمل ده كله مين؟ طارق. عارفة ليه؟ عشان خايف عليكي. لا 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 لا، مش من ملك، لا مش شيطان. أصل ثروة زي اللي سابها أبوك الله يرحمه، لما تبقى في إيد أختك يبقى الشياطين هيلعبوا في دماغها تجاهك. ايه ده انا هشرب لوحدي ولا ايه؟ ما تجيبي لها حاجه يا حبيبتي تبل ريقها. ايه ما تعرفش تتكلم عربي ولا ايه؟ بقول لك ايه، استني اعملي لي تي وسكر، شوجر يعني قليل. ها شوجر قليل لحسن عندي صداع قوي. تي يلا اتفضلي. والعصير ده سيبيه لمريم هي اللي تشربه. تعدميني ما حد هيشربه غيرك. اصل انا حقيقه عندي صداع من الصبح، قلت اما اشرب كوبايه الشاي يمكن الصداع ده يروح شويه. عندك ايش برشاد للصداع؟ عندك؟ يبقى كتر خيرك يا حبيبتي، كتر الف خيرك. يا رب يا كريم ابعد كل لئيم وبحولك وبقوتك نفذ مشيئتك. فنجان الملاعين، الساعة الطاعة. يا سلام، متشكرة يا حبيبتي، متشكرة خالص. ربنا يرجع لك صوتك يا رب. لا أنا هشربها مع الشاي. بقولك إيه، هما الدكاترة ما قالوش حاجة جديدة؟ طب اسمعي، بقولك إيه، الواد طارق ابني قروبة في النت والكمبيوتر، واسمع منه إنه بيراسل دكاترة من بره يعني، وبيرسلوه وبيردوا عليه،
فإيه رأيك لو جبت الروشتات بتاعتك وبعتها وخد رأيهم؟ ولا أقولك هخليه هو يجي ويكلمهم من هنا؟ خدي يا حبيبتي، خدي اشربي اشربي يا حبيبتي اشربي. اشربيه كله. لا مع الشاي، هشربه مع الشاي. مطرح ما يسري يمري. وقفي مالك يا رأي؟ وقف 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 وقف، البنت هتموت. مالك يا رنا؟ مالك حبيبتي؟ وقف 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 يا زخم. هو ديني جيت لك اهو لحد عندك عشان نتفاهم. هنا؟ انت مش قلت انه لسه ما وصلش؟ ايوه بس على وصول عنده ميت. قبل ما يوصل نكون خلصنا كلامنا. كلامي انا قلته لرامي ما عجبنيش. تصدقي اخر حاجه كنت اتوقعها ردك ده، خصوصا بعد كل اللي عملته عشانك. حصل خير، انت ما عملتيش حاجه ببلاش، كله بتمن. طب بصي بقى، عشان معاملة الموظف اللي فتح الدرج دي مش عجباني. أنا عادتي في المكتب ده كانت تجيب لي ملايين الملايين، بس تمنها كان إني أضر الراجل ده، ودي حاجة عمري ما هعملها. وبعدين أنتوا اللي عرضتوا عليا. تصدقي أشعرت. قابلة ولا مش قابلة؟ راجع نفسك. صباح الخير يا أميرة. صباح النور. أهلاً، أنت عندنا؟ وكنت ماشية بس حزن إني شفتك. لازم جاي عشان النضارة. نضارة؟ أنا جاية مع التيم بتاعي وعاملين ووركشوب تحت مع الناس عشان نحدد البلانز اللي هنمشي عليها قبل ما نبتدي الشغل. طيب هايل. نضارة إيه اللي أنت بتقول عليها؟ مش هي دي نضارتك؟ يا خبر، تصدقني ما خدتش بالي خالص ان انا ناسيها هنا. شوف ازاي، وانا اللي افتكرت انك بتتلككي زي المره اللي فاتت. لا انا بتلكك مره واحده بس، من الواضح المره دي ان انت اللي بتتلكك. محتفظ بالنضاره ومش راضي تبعتها لي، مستني ان انا بنفسي اجي اخدها. احنا قاعدين بنتلكك بقى احنا الاثنين من غير ما ناخد بالنا. بص يا سيدي، من غير تلكيك، انت تفضلي نفسك بكره. افضي نفسي لو هتعزميني على الغدا؟ لا انت اللي عزمني، وفي المزرعه. وقررت من نفسك كده؟ عمرو الكرييتيف دايركتور هيبقى معانا بكره، في حبه حاجات لازم ضروري يشوفها في المزرعه قبل ما يبتدي يفكر. طب ثانيه واحده عشان ده تليفون مهم. ايوه شوف، اسمه وليد منصور، هتلاقيه قاعد في نفس المكان اللي قلت لك عليه. اوكي. يا ستي النصابين في شغلتنا بقوا كتير قوي، والاسم مندوبين مبيعات وشركات توزيع. صراحة عندي كلاينتس كتير في الشركة بيشتكوا من نفس الموضوع ده. مش هتغير رأيك؟ افتكرش. ايوه الميتنج جاهز يا مستر نديم. طيب انا هسيبك للميتنج بتاعك، نتكلم بالليل عشان نتفق على موضوع بكره. انت هتحضري الميتنج معايا ليه؟ انا عايز كده. اميره كرسي جنب الملك. اوكي تمام. تعالي.
علشان نقدر نعمل لها شوية تحاليل وفحوصات نعرف منها ايه سبب الكوما اللي جات لها دي. يعني مفيش اي حل تاني غير انها تبات هنا النهاردة؟ طبعا حضرتك شايف حالتها قدامك عاملة ازاي. اوكي امال فين مدام ملك؟ ها؟ هكلمها. عندنا أكتر من قطعة أرض نقدر ننفذ عليها المشروع ده. المشروع عبارة عن مدينة متكاملة بس بشكل مصغر، مقسمة لمجموعة من المناطق زي ما حضراتكم شايفين معانا. في أكتر من منطقة غير المناطق السكنية، في مناطق ترفيهية، في مناطق ملاهي، سينما. بس الحقيقة إنه الحاجة الأهم هو وجود مراكز تأهيل. المراكز دي بيدخلوها الأطفال لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بشكل حقيقي. كويس يا أميرة، كويس. هو ده اللي أنا بتكلم عليه، إن إحنا كرجال أعمال عندنا دور نساعد بيه البلد، مش مجرد إن إحنا نكسب فلوسنا وبعدين نحطها في البنك وندفع الضرايب وخلاص، وكل سنة نيجي بقى نحط نقول شنط رمضان وموائد رحمن، لا يعني مش ده دورنا. أطفال الشوارع دول مسؤولية كبيرة، دي حاجات إحنا بنعملها واجب علينا نعملها. أميرة مهم قوي يبقى مدارس فنية علشان نعلم أطفال الشوارع دول حرفة يفيدوا نفسهم ويفيدوا البلد. موضوع مهم قوي، احنا مش هنسيب لحمنا في الشارع يعني. الحاجة التانية عايز ملاعب كتير وعايز مكتبة، عايز مستشفى كبيرة جدا. أول ما ناخد الأرض دي النو تايم أنا بالاتفاق مع الدولة هخلص المرافق، يعني ما تقلقوش خالص. أمسي بنتي لازم أرد. بليز. أنا متصور إنه إحنا لازم نعمل كده يعني. أيوة رنون. فتح 3000 مدينة. إيه في إيه مالك بتزعق ليه؟ يعني لازم أكلمك من موبايلها عشان تردي؟ ما تردي من الأول. شطارتكوا بقى تسيطروا على السوشيال ميديا. يعني إيه؟ إيه اللي حصل؟ فيديوهات مدينة تأهيل أطفال الشوارع. عملت في البنت إيه يا حازم؟ عايز الناس تحس بالأمل. عملت لها إيه؟ أنا جاية. رئيس الوزراء في خلال يومين، إزاي مش مشكلة؟ مشكلتكم أنتوا. اتفقنا؟ اسمعنا بس أمشي. خير. بنتي في المستشفى ما اعرفش مالها. انا راجع.